السلام عليكم، معكم عائشة السريدي ملقبة بهويام الراقصة. كما كيعرفوا المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن كيعرفوني بهويام الراقصة. أنا جيتكم بواحد الوجه آخر، غنعود لكم على حكايات دازت عليا، ضغوطات، غنعود لكم على الليالي الحمراء، غنعود لكم على المخدرات، الفساد، الدعارة، بزاف الحوايج. انتظروني على حكايات هويام في أشواق تالي. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.